الثورة دلوقتي جه موعدنا مع تكريم المتفوقين. دكتور إلاريا اتفضلي حضرتك قولي كل الأسماء أو اللي نقدر عليه الحالة دي. انا هحاول، هم حوالي 400 اسم، فانا معلش هم هحاول على قد ما مستنينا. اقدر. بس بصوا يا اولاد، انا مش هسميكم متفوقين، انتوا ابطال مدرسه على الهواء. انا فخوره جدا جدا بكل الاسماء اللي انا هقراها وكل اولادنا اللي شاركونا فرحتهم في النتيجه. محمد عطيه، سعدون، منير، بدري، ابراهيم، محمد سامر، محمد السيد، هايدي، محمد، ميار، ايمن، احمد، محمود، متولي. في كمان عندنا مجموعه اسماء: فاطمه الزهراء، مجدي، محمد، مريم، محمد السيد، احمد، ممدوح، رنا، منتصر، عبد المغني، عمر، عبد الحميد، نورهان، محمد، كمان معانا شهد مصطفى وفاطمه، سعيد ابراهيم، ومعانا مريم ميلاد فتحي واحمد هيثم محمود، ومعانا كمان محمود محمد مصطفى، ومعانا نسرين جمال محمود، وتقى عادل، ومياده هشام، ومحمد السيد ابراهيم، ورغداء مجدي، وايه سمير، سيد اشرف سيد، معانا كمان بتول مجدي من المتفوقين، كريم احمد، عبد الواحد حسن، اسراء طارق، مريم سعيد، هبه جمعه، عبد الرحمن شعبان، نارزين فؤاد كامل، معانا كمان محمد حمدي، كريم، محمود خليل، ايه احمد حسن، احمد السيد عمر، سيد مجدي ابراهيم، شهد صلاح سالم، شروق محمد محمود، معانا محمود محمد صديق البرنامج، كمان معانا اميره السيد محمد، وندى جمعه مختار، نورهان حنفي، وندى خالد، ياسر محمد خلف، بسنت ياسر، هبة عمر، عبد الجواد، كريمة حازم، شريف أشرف، جنى محمد، إسراء محمد، أحمد مصطفى، وائل، معانا كمان عصام الدين، مجدي محمد، مريم حسين، مريم ماجد، ملك أحمد، حنفي، ألاء عزوز إسماعيل، وألاء بنت أحد كتاب الأدب في مصر الدكتور عزوز إسماعيل، إحنا لينا الشرف إن بنت حضرتك بتتابعنا، روان علي حسن، إيمان محمود، محمد، نورهان أحمد، ريهام أحمد الزهيري، نورهان أحمد الزهيري، يوسف إيهاب كامل، نورهان يسري، مؤمن عادل سلامة، نجلاء العارف أحمد، مرنا مكرم خلف الله، ميادة السيد، منة الله فيصل، زياد يسري، عبد اللطيف، أمل محمد حمادة، أشجان عصام أبو دهب، معتصم مروان، إيمان صبحي أبو العزم، أمينة نجاح محمد أو أمنية نجاح محمد، مصطفى بشير عبد الباسط، ميرنا عبدو أحمد، شادي شحاتة، إسلام أحمد خليل، مريم محمد حسن، سلمى البنا، أشرف رزق، محمد مجدي، علا ناصر، أسماء مصطفى، إيمان سامح عازم، حازم، إيمان أحمد جمال، أسماء ياسر، ألاء أحمد شعبان، روان سرحان شلبي، ياسمين طاهر، إيمان محمد عبد الحميد، سيف الدين سيد، مريم أبو بكر، بسنت ممدوح، حبيبة أحمد، محمد وائل، شروق حامد، سارة عبد الكريم، أسماء طلعت، إريني رسمي، مكين، محمود أحمد، محمود إبراهيم، أبنوب عياد عبد الله، مرنا ابراهيم خضر، اسماء ابو العلا، نهال بدوي، منة الله فتحي، ايا نور، نور الهدى، منة الله محمد، ابراهيم محمد احمد، فاطمه ابراهيم محمد، احمد ممدوح، سما طارق، الاء علي، كمان روضه، ماهر صالح، معانا كمان باسم ماهر، مارينا سعيد، سحر عارف، احمد عاطف، محمد فاروق، شيرين وجدي، ايمان احمد، مرنا مجدي، هرمينا، صابر مجدي، عمر عبد الباسط، اسراء محمد، فاطمه محمد صالح، دينا محمد عبد الله، امينه زكريا، ايناس مشهور، كريم محمد، امنيه مراد، طه، مريم احمد خميس، علي احمد عبد العزيز، دعاء سيد، احنا فاضلنا اسماء صغيره على فكره قوي، معلش انا عارفه ان وقتنا قرب يخلص بس عشان الاولاد ما يزعلوش. اسماء عبد العليم، نورهان محمد، الهام مصطفى، شهد عيد، حسناء خالد، معانا كمان ايهاب الحلاوي، مريم شعبان، منار صلاح، عبد الكريم علام، محمد عزب، شيرين، معانا ندى عبد الحميد، معانا كمان اسماء: اشرف، ايمان، احمد، هاجر، نصر، عوض، ايه ابراهيم، خلف، نانسي، محمد سعد، ابتسام، حسين، احمد علي السعيدي، كمان معانا يوساف بخيت، دينا محمد، ابراهيم حمدي، محمد ايمن، ايمان احمد، سندي خالد، اسماء عبد الرحمن، اخلاص ناجي، مريم محمود، فاطمه اسامه، منى محمد، الجيار،
معانا رفعت علام، آية شعبان، إيمان عبدو، آية رجب، إسلام، رنا منتصر، منى ياسر، محمد. كده على قد ما قدرنا نقول النهارده الأسماء، وإن شاء الله لو في أسماء ما قلناهاش ولادنا شكرا يبعتوا لنا عشان حبيبي. نقولها في حلقة تانية جديدة. طبعا ألف مبروك لكل الطلاب اللي تفوقوا في الترم الأول واللي جابوا 20 من 20. مستنيين الأسماء بتاعتكم عشان نقولها الحلقة الجاية. شكرا للدكتورة إيلاري عاطف، شكرا لكل الطلاب اللي تابعونا النهارده عبر شاشة التلفزيون، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والجغرافيا الاقتصادية للعالم.